الاهلي المبدع يتقدم في الشوط الاول الاروع من جانب النادي الاهلي على الهلال السعودي بثلاثيه نظيفه. شفنا كل حاجه في الكوره في الشوط الاولاني، نتمنى باذن الله يستمر هذا العرض الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف راي محللنا الكبار في احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، نتيجه شبه منطقيه طبقا لاحداث الشوط الاول، كان ممكن العدد يزيد ولكن تعتبر النتيجه شبه منطقيه، مش عايز اقول منطقيه، شبه منطقيه. كم لو تمنينا نتيجه زي دي، خدت بالك قبل المباراه استحاله كنا نوصل للسيناريو ده. احنا اتكلمنا عن عدله الملعب، عدله الملعب من اللعيبه اللي لعبت، اتكلمنا على اسلوب الضغط اللي احنا لازم نعمله على اي خصم، واحنا خاصه ان احنا بنلعب في البطولات. اتكلمنا على اول ما جه موسيماني ولعب قدام الوداد وضغط على الوداد وكسبه هناك. اتكلمنا على اسلوب لاعبي النادي الاهلي في حاله الضغط، انه ما يسمحش للخصم ان هو يبقى موجود عنده في ملعبه بسهوله. أيوة. ويستلم بسهوله. هي الروح وعمليه الضغط والتعليمات وعدله الملعب في التشكيل نفسه، تشكيل اللعيبه كل واحد بيلعب في مكانه. كلنا قلنا وتمنينا حركه السويتشات بين بلال وبين شريف وبلال اللي كان قال وطاهر. شريف وطاهر. لقينا اللعيبه كلها الحقيقه بتعمل الشكل ده، اللعيبه كلها عندها روح في الضربات الثابته انها تكون موجوده. ياسر ابراهيم بيجيب في الضربات الثابته جول، انت بتعالج الموضوع بمحمد هاني بجول تاني. بعد كده بتحصل حالات الطرد طبعا اللي بتديك التفوق، الاستحواذ، كل شيء. بس حالات الطرد دي لازم احنا نتعلم منها، يعني لاعبتنا لازم يكونوا اكثر اتزانا واكثر هدوءا، خلي بالهم من كروت الصفراء والحمراء. خلاص بقى انت لازم تلعب المباراه باداره احترافيه دلوقتي. بالظبط. انت شكلك انك انت تجيب الرابع او تجيب الخامس، مش ده المفهوم، انك كل ما تسمح لك الفرصه هم يعني قدر الله ما شاء فعل، هم في حاله دلوقتي ممكن يعملوا اي تصرف. صحيح. ممكن يعملوا اي حاجه، انت مالكش دعوه بالحاجات دي كلها. صحيح. فبالتوفيق باذن الله وتكمل على خير، ونبارك لهم باذن الله على البرونزيه. كابتن اسامه، سيطره من النادي الاهلي واستحواذ تقريبا بيعملوا كل حاجه في الشوط الاول، لدرجه حتى الارقام استحواذ 66% للنادي الاهلي 34% للهلال، التسديدات على المرمى 13 للنادي الاهلي 0 للهلال، ركنيات 3 للنادي الاهلي و واحده اثنين ركنيه واحده للهلال، 13 تسديده من النادي الاهلي منهم 7 على المرمى. مظبوط. اثمرت عن 3 اهداف. النادي الاهلي ابتدى بضغط شديد جدا من بدايه اللقاء، اربك لعيبه الهلال واكثر من كوردن وتسديده حتى الدقيقه 7 الهدف الجميل بتاع ياسر ابراهيم، ثم بعديها برضو مواصله الضغط وطرد بيريرا اربك المنتخب فرقه الهلال اكثر، ثم الهدف الثاني، كلها توقيتات حلوه جدا في كره القدم. الهدف الثاني في الدقيقه 16 ونص تقريبا بقى 2-0 وطرد لاعب، ثم ضغط متواصل ارتباك في فرقه الهلال، وثم طرد لمحمد كنو، فهنا المباراه انتهت. انا بالنسبه لي المباراه انتهت في الدقيقه اللي طرد فيها محمد كنو، اللي هو بقيت تلعب 11 لاعب كسبان 2-0 ضد 9 لاعبين. الطبيعي جدا في كره القدم ان الاستمرار في الضغط هيستمر، خطوره الهلال السعودي لن تكون ولن تكون في الشوط الثاني اعتقد. نتمنى ذلك ان شاء الله، ونتمنى المزيد ان شاء الله، مزيد من الاهداف. بس انا بقول لك منطق كره القدم، انت كسبان 3-0 مطرود 2 من الفريق الاخر، كل محاولاته انه ما يجيش في الرابع، لكن صعب جدا لانه الواحد حتى اللاعب لما بيطلع بالكره مش هيلاقي مسانده من زمايله، هيلاقي 3-4 من النادي الاهلي. فالنادي الاهلي في حاجتين يكمل عليهم الشوط الثاني. ايوه. هدوء من اللعيبه بدون انذارات عشان ما حدش يطرد. مظبوط. الحاجة التانية استغلال الفرص اللي هتيجي، لأن هتيجي فرص كتير جدا تاني في الشوط التاني. فأنا أتوقع إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يجيب جونين أو ثلاثة تاني في الشوط التاني، وصعب جدا الفريق الهلال إنه يرجع للمباراة بإذن الله إن شاء الله. كابتن عادل، أداء ولا أروع من نجوم النادي الأهلي الشوط الأول؟ السر في الثلاث سرعات اللي قدام، طاهر، محمد شريف، عبد القادر، يمكن أعلاهم عبد القادر، صاحب الفرقة وداهم الحته الثانيه. كتير قوي ايجابيات النادي الاهلي، اول فرصه هدف وده اللي علاك، ثاني فرصه ليك هدف، وده كنا بنتكلمه زمان، قلنا النادي الاهلي لو استغل اول فرصه ثاني فرصه ما فيش فرقه بتعرف تلعب البلان التام على النادي الاهلي. ولكن اول حاجه لازم في الوقت ده
خروج طاهر محمد طاهر من الملعب، خروج محمد هاني من الملعب علشان كل واحد فيهم واخد انذار، ونزول قفشه وحسين شحات. حسين شحات ممكن يلعب باك رايت من تحت، وقفشه ينزل يمسك الكره في وسط الملعب. هنقدر نكسب كتير ونمتلك الكره، بس اهم حاجه خروج طاهر وخروج محمد هاني علشان الحكم مظبوط ما يطردش حد منه. صحيح كابتن بلال شوت زي ما بنقول ولا اروع، زي ما كلمته في بدايه المباراه وقلته لازم الاهلي يبدا بهجوم ضاغط. فعلا الاهلي بدا بهجوم ضاغط واصفر عن هدف مبكر، وبعد كده سيناريو المباراه تحول لصالح النادي الاهلي. خلينا نتكلم يا كابتن، احنا قلنا من بدايه قبل الماتش ان الكرات الثابته ممكن تكون حل من الحلول المنطقيه ان الاهلي يسجل فيها. صحيح. الهدف المبكر اربك حسابات الهلال. صحيح. تمام، خلاهم هم داخلين المباراه. انا يعني انت برضو بتحس الفرقه اللي قدامك، هم داخلين متعالين، الكره في ال 18 عايز يباصي، عايز يستلم، عايز يمسك، يعني وكانه هو عايز يقول انا يعني اجمد حاجه في 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 الكون يعني. تمام، او انا اللي عندي الثقه الكبيره جدا. قدام الاهلي ما ينفعش الكلام ده. صحيح. قدام الاهلي لازم تحترم الاهلي بشكل كبير جدا. النادي الاهلي شخصيه، حتى وان كانت امكانيات اللعيبه اقل من امكانيات لعيبه الهلال، ولكن شخصيه وكاريزما النادي الاهلي تمام بتنطبق على اللعيبه داخل الملعب. احنا ما بنسمحش او ما بنديش فرصه ان حد ممكن يتعالى عليك في الملعب. ده مش طبيعته وشخصيه النادي الاهلي. المباراه انتهت من وجهه نظر الشخصيه لصالح الاهلي، انتهت في الشوط الاول كلينيكيا لسه لحد دلوقتي. يعني الكره علمتنا حاجات كتير قوي من وجهه نظري. أيوه. مش من وجهه نظر الحكم. تمام ان شاء الله. من وجهه نظر الشخصيه المباراه انتهت او كلينيكيا زي ما بيقول. 3-0 مطرود 2 من لعيبه الهلال. انت مستحوذ، مسيطر، بتمتلك الكره في كل مكان، مفيش اي خطوره عليك، عندك فرص يعني للتسجيل اكتر من 3-4 فرص. الشوط الثاني هيبقى شوط مجهود اضافي على لعيبه الهلال. انت هتبقى افضل يعني، بغض النظر حتى لو مستر موسيماني عمل التغييرات او ما عملش التغييرات، برضو انا شايف ان الامر او المباراه ممكن تروح لسيناريو 5-6-0 يا رب. ممكن من وجهه نظر الشخصيه يعني. السيناريو ده انا شفته قبل كده، السعوديه ومصر في كاس القارات. هو ده سيناريو يعني شبيه للسيناريو بتاع مباراه كاس القارات. عندك مطرود 2 لعيبه، انت مسجل 3 اهداف، قريب جدا انك تكسب 5، قريب جدا انك تكسب 6. الفكره كلها لما تتاح فرصه للتهديف لازم تسجل. بالزبط. يعني احنا بنحترم كل الخصوم. بالزبط. نحترم الهلال واحترمنا بشكل كويس قوي، دخلنا المباراه ب يعني بجديه كبيره جدا 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 جدا، ادينا للمنافس حقه الطبيعي، عشان كده قدرنا ان احنا نوصل بالنتيجه وبالاداء للشكل ده. الظروف خدمتك، ان اتطرد منهم لاعب واثنين، وده وضع طبيعي، لكن استغلالك للظروف هو ده الاهم. مظبوط. لما الظروف تخدمك لازم تستغل الظروف. انت استغليت الظروف وسجلت 3 اهداف. المطلوب منك في الشوط الثاني لما تيجي فرصه انك تسجل اهداف اكتر، لان في اوقات التاريخ بيفتكر الحاجات دي. ممكن نلعب الهلال بعد كده، بعد سنتين، بعد 3 في كاس العالم للانديه، فيبقى التاريخ مسجل ان النادي الاهلي المصري كسب الهلال في بطوله الانديه 5-0 6-0 7-0 ايا كانت النتيجه. إن شاء الله لازم تعمل سكور كبير، عشان التاريخ دايما التاريخ دايما بيفتكر الارقام الكبيره المميزه. كويس، ناخد بقى توقعاتكم للشوط الثاني سريعا. كابتن شريف، تتوقع ايه الشوط الثاني؟ لا انا بتوقع وبتمنى. لا انا اتمنى، احنا كلنا بنتمنى. لا لا مش على النتيجه بس. ايوه انا بتمنى اداره ال 45 دقيقه اللي جايه اداره جيده جدا. روح اللعيبه ما تقلش. احنا كسبنا الفرقه دي واحنا 11-11. أيوه. قبل الطرد وقبل أيوه كل حاجه خالص. احنا عندنا التفوق وعندنا الاستحواذ. بالزبط. وعندنا الضغط. بالزبط. وعندنا احنا الاحسن في كل شيء قبل عمليات الطرد. صح. يمكن ده اللي خلاهم يخرجوا عن الشكل الطبيعي وشكل المباراه. انما احنا كل اللي مطلوب اداره المباراه تمسك الكره على طول، باس 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 باطرافك اللي بتطلع مع لولو وهاني، اذا كان هيظل يكون في مهاني. انا من نوع اللي ما اقدرش اغير الا بعد 4-5، انما وانا 3 كده وهغير وحدي مجاملات للعيبه اللي قاعده بره. ما انا مش انا ضد ان انا جامل بقى في المباريات دي. يعني انا مش عايز اجامل على حساب المباراه، خلي المباراه تمشي طبيعيه كده لغايه لما تتاكد فعلا انك انت وصلت لاخر دقيقه في الشوط الثاني. انا اعتقد ان مستر موسيماني دلوقتي عنده من الرغبه ان هو يزود عدد الاهداف او اللعيبه تزود عدد الاهداف. هو عنده بس انذارين بتاع هاني وطاهر. هاني وطاهر يعني هو الشكل التغيير هيبقى في هذا الحدود. صحيح. كابتن اسامه توقعاتك سريعا. توقع بالنسبه لمنطق المباراه في الشوط الاولاني ان الاهلي يقدر يجيب هدفين ثلاثه تاني بسهوله جدا الشوط الثاني. 9 لعيبه
مش هيبقى في قدره للاعيبه الهلال السعودي ان يروحوا نص ملعب النادي الاهلي، لان اللاعب بيروح فردي على 2 و3. فانا شايف بسهوله جدا مع هدوء من لعيبه الاهلي النادي الاهلي يقدر يزود السكور كمان هدفين او 3 تاني ان شاء الله. كابتن عادل سريعا، اظن مستر مسلم نتعلم من درس الزمالك ان هو بيرجع رجعت الفرقه كسبنا مكسب المفترض ان كان يبقى اكبر من كده. النهارده لازم نكسب مكسب كبير ان شاء الله عشان التاريخ باذن الله. كابتن بلال يعني اتمنى، مش اتوقع، اتمنى سيناريو الشوط الاول يتكرر الشوط الثاني، هجوم من النادي الاهلي، ضغط للنادي الاهلي، جديه من اللعيبه، يعني مش عايز بس اللعيبه يعني تخرج بقى وان انا بقى خلاص صحيح. يعني عارف انت يعني ساعات انت لما بتبقى كسبان 3 بيبقى عمليه من التعالي والتراخي واللم، لا مش عايزين الكلام ده، عايزين سيريس، لان زي ما قلنا كابتن ايمن التاريخ بيفتكر الارقام الكبيره صحيح. في الماتشات الديربي صحيح. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظروني.